ياسين الخنيسي الى حد الان. صالح حبيب راس عيفيه 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 حبيب. هذه المباراه كره من محمد امين توغاي، وزع الكره بالراس. هذه بنزرتي ما كانش التوفيق وما كانش النجاح في التسييم والفوز من جانب الاولمبي البيجي، وكان ايضا انتصار خان الى محور الدفاع الى الثنائي المتكون من توغاي وعبد القادر بدران. والنتيجه في مطلع الدقيقه العاشره من هذا هذه الاعاده هذه الاعاده ما تمشيش الكره بعمل الرياح، ترجع الكره لصالح الاولمبي البيجي من جديد. كره محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث بالنسبه للثلاثي في وسط الميدان كتغيير بالمقارنه. امامكم مع الصوره حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي، تبقى النتيجه لحال. هذه كره في راس حيفيه مهد بالراس ومقطوعه متفتن. توغاي الهذلي الهذلي عند الكور مراد الهذلي، وماذا يقول الحكم؟ ما فما شيء. حكم ميثم القصعي في الميدان لمسه. كره مع سعود توغاي، توغاي وزع الكره الى مواطنو عبد الرحمن مازال الترجي الرياضي التونسي. كره بالعمق البحث على فراس حيفيه بالراس، كره من عبد القادر بدران، من عبد القادر بدران ياخذها بيصام من جديد. كره ترجع من الاولمبي البيجي في وسط الميدان بالراس من جديد. باجيه ترجع لجاك بيصام، مقطوعه من دفاع الترجي الرياضي التونسي. ضاغط الاولمبي البيجي من اجل الجيه من الليبي يحيى سولا في دفاع الاولمبي البيجي في توقيت 31:10 في الرادس. تنفيذ المخالفه للترجي الرياضي التونسي، الاسبقيه للمدافع يحيى سالم سولا. دائما اسبقيه لصالح الترجي الرياضي التونسي في توقيت 35 ثقلها في هذا الان. مع زوز انتصارات خارج الميدان، اخر لقاء كان ضد النادي الرياضي البنزرتي والهزيمه هدف مقابل صفر، ومن بعدها من النادي الرياضي الصفاقسي 2-0 يوم 13 جانفي الماضي. الكره حاليا لفادي بن شوق، ثم النية لتشكيلة الأولمبيا البيجي بعد حاول التصدي لها قيس العمدوني، والكرة غلطت ودخلت الشباك. ثم جاك بيسون كما قلت لطفي. والترجي الرياضي التونسي المتصدر في البطولة، بداية كانت ترجية بالغيث ثم عدلها بيس. وأول كرة في الفترة الثانية ترجي 2-1. تنفيذ الركنية ثاني كوليبالي، ثم المدافع المحوري يسترجع له الكرة، ثم عبد القادر بدر فاز بكأس الكاف مع زوز أندية مختلفة. خبر إلى مراد الهذلي تمهيد للسهيلي، منتخب الجزائري أسامة السهيلي تصدم الكرة بحمد قبل ما يجي للترجي الرياضي التونسي في المناسبة الأولى، ثم تجربة في كأس أبطال العرب وكذلك في الشامبيونز ليج. أولمبي الباجي التوزيع، هذه كرة بالراس ما ياخذهاش جاك بيسون منذ قليل في وضعية قلب هجوم كما طاها ياسين الخنيسي بعد الكرة من الباجي. بالطبع الترجي ثم لقاء متأخر ضد فريق شبيبة القيروان، ومن رغم طموح الأولمبي الباجي والعزم على تحقيق الانتصار في ميدانه، لاعبين كما ياسين بن خليفة، أنيس البدري، أيضا المنتدب الغني الجديد.